اقتربنا من نهاية المباراة هنا، وعلى ما يبدو بأن الضيوف قد خسروا بالفعل في هذه المباراة. لا يوجد تفسير منطقي لهذا الأداء السيء جدا في الملعب. ما حدث لا يمكن تبريره. الجماهير الآن تحتاج إلى اعتذار واضح عن هذه النتيجة الكبيرة والهزيمة المؤلمة. واضح بأن دفاع الفريق يحتاج إلى إعادة نظر شاملة. دقيقة واحدة كوقت بدل ضايع. وصلنا لنهاية المباراة والنتيجة هي خسارة الزوار في مباراة اليوم. نتيجة صعبة جدا على أي